شيء بيدعو للفخر فعلا. والحقيقة يمكن الأهلي اللي عملوا ده مش من فراغ، ودايما بنقول كده انه ده ما بيجيش كده والسلام، ده نتيجة جهد طويل وشغل مستمر من كل الحقيقة المسؤولين، مسؤولين عنه أجيال ورا أجيال زي ما بنقول، وقبلهم جماهير واعية جدا ودايما بتطلب المزيد ودايما بتحفز اللعيبة ودايما بتحفز النادي والمسؤولين، عايزة منهم بطولات أكتر. فاكرين كمان يمكن كابتن محمود الخطيب بعد ما الفريق فاز ببطولة الدوري وبعدها بطولة أفريقيا دوري الأبطال على حساب الزمالك برضه، هو بيحتفل مع اللعيبه قال لهم خلاص احنا شويه وبنقفل الافراح دي وانتوا وراكوا جمهور ما يعني ما بيشبعش فعلا. دي حقيقه فعلا، دايما عايزين بطولات كتير، دايما عايزين يحققوا انتصار. وعلى فكره الاهلي النهارده بيفوز بلقب نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا بالبطولات في افريقيا من ال 2000 لغايه السنه دي، لكن طبعا هو كان قريب زي ما انتم عارفين من الفوز بلقب نادي القرن ال 21 في العالم كله، وجي في المركز الثاني بعد فريق ريال مدريد يعني الاسباني بفارق بسيط. احنا بنتكلم تقريبا ريال مدريد حصل في الاستفتاء ده على 36%، بينما حصل الاهلي في المركز الثاني وحصد 32% وكان متفوق على بايرن ميونخ طبعا وبرشلونه العملاقين الكبار. صحيح. دول طبعا في يعني اقوى فرق العالم انت بتتكلم. طبعا